بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهاردة كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وده خصوصا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في انخفاض في نسب الرطوبة بالليل على أغلب الأنحاء، وهو ده اللي هيزيد من إحساسنا من انخفاض درجات الحرارة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم، خصوصا أن احنا سمعنا في مرتفع جوي ممكن يأثر علينا الأيام اللي جاية. احنا طبعا خلال اليوم يمكن كمان على مدار الايام المقبله بنشهد استقرار تام في الاحوال الجويه، درجات الحراره فيها ارتفاع واعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات. احنا اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه، ففي استمرار لاحساسنا بارتفاع درجات الحراره. بس ده الصبح بس صح؟ لا، هو فتره الظهيره بس بالفعل، يعني فتره الظهيره تحديدا هي دي اللي بنحس فيها بارتفاع درجات الحراره، لكن فور غياب اشعه الشمس بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره مباشره. احنا طبعا بيأثر علينا بالفعل في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، يعني ما فيش اي سحب مؤثره بتحجب اشعه الشمس، فبالتالي بتساعد على انخفاض درجات الحراره. فبالعكس المرتفع الجوي ده بيشيل اي سحب موجوده، كمان بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي بحس بارتفاع درجات الحراره فتره الظهيره تحديدا، خاصه كمان بيبقى فيه هدوء سرعات رياح، فبالتالي بحس ان في نسب رطوبه موجوده في الجو. فاجواء فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره هي الاجواء الحاره على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار وتحديدا فترة الظهيرة. لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب ودخلنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الأجواء دي ما زالت درجات الحرارة فيها منخفضة، ما فيهاش أي ارتفاعات، أجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، لأن فترة الليل كمان بيكون في نشاط نسبي للرياح، هو مش نشاط قوي للرياح، كمان بيقلل احساس بوجود نسب رطوبه في الجو. ففتره الليل بحس بانخفاض درجات الحراره، خاصه كمان ان درجات الحراره الصغرى فتره الليل طولت فبدات تنخفض. بدانا نسجل الرياح دي مثيره للرمال والاتربه؟ لا، الرياح ما فيهاش اي اتربه ورمال مثاره، دي هي رياح نسبيه مش هحس بيها كمان، هي بس بتقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو. فترة الليل أجواءها لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، لكن الظاهرة الجوية المؤثرة معانا بشكل كبير هي الشبورة المائية. الشبورة المائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهي شبورة مائية كثيفة، يعني بتؤدي لانخفاض واضح أو انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. فترة تكون الشبورة المائية بيكون ساعات الليل المتأخر حتى فترات الصباح الباكر، يعني تقريبا الساعة 3 4 الفجر بتستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني حتى الساعة 7 8 صباحا أول ما أشعة الشمس تبدأ تطلع بتبدأ الشبورة المائية بتصير تلاشي، الرؤية الأفقية تدريجيا بتتحسن على أغلب الطرق. يمكن الحمد لله الأحوال الجوية في الأيام دي مستقرة تماما، يعني ما فيش أي حاجة ممكن تأثر على أعمال الأنشطة اليومية، لكن إحنا هنبدأ نحس إن الشبورة المائية كل يوم كثافتها موجودة وكل يوم في انخفاض للرؤية الأفقية على أغلب الطرق، خاصة لما يبقى عندنا شبورة مائية. ده طبيعة فصل الخريف لأن بيحصل انخفاض في درجات الحرارة فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر، فعشان كده احنا هننصح كل قائد المركبات والمسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر مهم جدا إن احنا نتابع كافة تعليمات المرور، الحذر الشديد والقيادة بهدوء تام أثناء تكون الشبورة المائية. فترات الظهيرة احنا بقدر الامكان نتجنب اشعة الشمس المباشرة عشان ما تزودش احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، واحنا مستمرين في الارتفاع في درجات الحرارة والاجواء دي لحد نهاية هذا الاسبوع باذن الله. طيب كلميني عن حركة المراحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط وكمان ارتفاع الامواج. احنا طبعا عندنا اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، فبالتالي ده هيؤدي لاعتدال حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر الاحمر ومسطح البحر المتوسط. ارتفاع الامواج على البحر الاحمر لا يتجاوز 2 متر، ما بين 1 الى 1.5 متر،
مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، وايضا البحر المتوسط مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ارتفاع الامواج لا يتجاوز ال 2 متر، فبالتالي مفيش اي تقلبات جويه او اي حاجه ممكن تاثر علينا. يمكن كمان المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط هي طبعا فيها ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره، لكن هي بتعتبر اقل درجات حراره في الجمهوريه كلها، بتتراوح ما بين 31 32 عظمى فتره النهار تحديدا. كمان بيبقى في حاجه اسمها نسيم البر والبحر، ده ممكن يلطف الاجواء فترات النهار ويخلينا نحس ان الاجواء لطيفه في المناطق الساحليه. وفترات الليل بقى زي ما احنا قلنا في الاول، فترات الليل درجات الحراره فيها منخفضه في معظم محافظات الجمهوريه وهتظل منخفضه، يمكن كمان تدريجيا مع دخولنا اكثر بقى في شهر 10 ان شاء الله وفصل الخريف هنبدا نلاحظ فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل بدا يزيد. فترات النهار دايما فيها دفء وفيها حراره، فترات الليل بدانا نحس بالبروده في الاوقات المتاخره من الليل او فتره السواحل بريك. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 35 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 35 24، اسكندريه 32 23، العالميه الجديده 31 23، مطروح 30 22، دمياط 32 25، بورسعيد 33 24، الاسماعيليه 36 23. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 23، العريش 33 24، كاترين 33 15، طابة 34 25، حلايب 34 27، شلاتين 37 27، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 39 28. الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 36 23، الوادي الجديد 42 20، أسيوط 38 22، سوهاج 38 23، قنا 43 25، الأقصر 42 26، وأخيرا أسوان العظمى فيها 43 والصغرى 27. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهارده، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمعنا ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك كده.